السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. البنات كما شفتوا في العنوان كانت عندي طلبيه تاع شراك مسكر وكعك النقاش، ويعني بدلت الوصفه تاع كعك النقاش اللي كنت نديرها من قبل، درت تاع سيده يعني غاطو لوزا الغنيه عن التعريف، يعني حلويتها ما شاء الله. جاني الفضول باه نجرب الوصفه على خاطر فيها مكون غريب، راح تشوفوه معايا، ويعني ما ندمتش ابدا اللي جربت الوصفه، بالعكس ندمت يلي ما درتهاش من قبل. هذه هي البنات، تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله يعجبكم. نبداو بسم الله في تحضير الوصفه، واول حاجه نبداو بها هي نروحو نحضروا ولا نخلطوا سوائل ونخليهم يرتاحوا. كما شفتوني ضفت 150 غرام سكر عادي، ضفت معاهم 240 مليلتر خليط ما بين المزهر والماء، يعني فيه نص مزهر ونص ماء، يعني المجموع كامل 240 مليلتر. وضفت معاهم حبة بيض كاملة وراح نخلطهم بالفوي، نخلطهم غير شوية فقط ونخليهم يرتاحوا. يعني أنا خليتهم حوالي نصف يوم، يعني خلطته الصباح من بعد يعني جويه 12 عاودت وليت ليهم، لقيت يعني هذاك السكر كامل ذاب. من بعد ما يرتاح الخليط هذا تاع السوائل نروحو نخلطو يعني باقي الوصفه. هنايا في اناء درت 900 غرام فارينة، من بعد درت عليها 100 غرام سميد رطب، درت عليها قرصه ملح ومغرف صغيره مملوءه مليح نتاع لافاني. البنات الفارينة والسميد يكونوا مغربلين، وراكم لاحظتوا يعني المكون الغريب هو سميد رطب، يعني من قبل ما كانش على بالي اصلا باللي يديروه في الكعك النقاش. من بعد ما خلطت يعني المكونات الجافه ضفت عليها 100 غرام زيت، زدت عليها 830 غرام سمن. البنات السمن كما راكم تلاحظوا ما يكونش ذايب، يكون طري، ضفته هكذا عادي. من بعد نخلط كلش مع بعض هكذا، نخلطهم بهذه الطريقه حتى يدخلوا كامل في بعضهم وتتحصلوا على خليط يشبه للخليط تاع الغريبيه. دوك تشوفوه معايا، هاوليك الشكل نتاعو البنات، شوفوا كيفاش يكون، يعني هذاك السمن والزيت يدخل مليح مع الفارينة والسميد ونتحصلوا على خليط يشبه تاع الغريبيه كما قلت لكم. هاوليك الشكل تاعو، شوفوا كيفاش يجي. الان البنات راح نضيف الخليط تاع السوائل اللي كنت خلطته من قبل وخليته يرتاح. هاوليك الشكل تاعو، قلت لكم هذاك السكر كامل لقيتو ذاب، ضفته كامل هكذا، يعني الكميه كامله حطيتها وبديت نخلط. تلاحظوا انه الخليط يعني يكون سائل بزاف كما قالت السيده من قناه غاطو لوزا. ما تنخلعوش، يعني كي تسيبوا هذا القوام تاع العجينه من بعد راح يتشرب كامل، يعني العجينه هذيك تشرب كامل هذاك السائل ونتحصلوا على عجينه تكون طريه عاديه. دوك تشوفوها معايا البنات، شوفوا كيفاش راني ندخل كلش مع بعضه، يعني ما تعجنوش العجينه نتاعكم، لموها بهذه الطريقه. هاي لك البنات، شوفوا كيفاش تشربت كامل هذاك السوائل، وما تعجنوش العجينه كما قلت لكم، يعني لموها فقط حتى تحصلوا على عجينه طريه. البنات العجينه هذه من الاحسن تخليوها ترتاح، انا خليتها حوالي ساعتين من بعد عاودت وليت ليها نخدمها. في هذاك الوقت البنات رحت نحضر الحشوه. هنا عندي الغرس، درت عليه حوالي جوج مغارف جلجلان محمص، من بعد راح نضيف عليه القرفه، من بعد نضيف الزبده. هي دارتها بالزيت لكن انا موالف نخدمها بالزبده، ضفت حوالي ملعقه كبيره زبده، نزيد نضيف خميره كيميائيه، وهذه الفكره انا عجبتني. هي قالت ضيفوا الخميره الكيميائيه باش الحشوه نتاعنا هي اللي تنتفخ وتطلع لنا الحبه تاع الكعك النقاش، وما يتخسرش، يعني ما تخسرش الحبه تاع الكاطو، تبقى محافظه على الشكل نتاعها. ندخل كلش مع بعض هكذا، من بعد ما نخلط هذيك الزبده مليح نضيف لها المزهر غير بالعقل حتى نتحصلوا على حشوه تكون طريه.
هكذا البنات نبدأ نضيفه غير بالعقل. هنا خص شوية، راح نزيد كمية قليلة من المزهر. قلت لكم لازم يكون الحشو طري. شوفوا معايا هاوليك. الآن نروح نوزنهم كامل كريات. أنا وزنتهم 15 غرام باش يجوني كامل على حبة. هاي لك 15 غرام. من بعد هذوك الكريات نديرهم حربوش باش تجيني الخدمة سهلة. هكذا راح نكمل كامل كمية. هاوليك. كيف كيف نروح نوزن العجينة. بعد ما خليتها ارتاحت يعني هنايا ساعتين، راح نوزنهم أنا 45 غرام. هي دارت 50 غرام، وقلت لكم أنا دارت 45 غرام. وبهذا الوزن البنات تحصلت على حوالي 42 حبة تاع كعك النقاش. هكذا راح نكمل كامل نوزنهم ونحطهم في طبسي، من بعد نبدأ الخدمة. كما راكم تشوفوا البنات راني موجده كلش امامي. دوك نبدا مباشره في تشكيل الحلوه تاعي. اول حاجه نحطوا العجينه تاعنا، نحلوها بهذا الشكل، يعني نحلوها رقيقه هكذا كما راكم تشوفوا. من بعد نحطوا الحشوه يعني الحربوش تاع الغرس، نحطوه في الطرف هكذا، ونبداو نلويو العجينه بهذا الشكل. نسقم الحربوش تاعي، من بعد نغلق جهة ونخلي جهة مفتوحة، ونشكل الكعك بهذا الشكل هكذا. نسقمها مليح. هي حطت بوشون في الوسط باش يجوها كاملة على حبة، يعني ممكن ديروها كذاك باش تبقى محافظه على الشكل نتاعها. انا دوكا راح نكمل كامل الحبات بنفس الطريقه، يعني حتى تكملوهم تشكلوهم هكذايا باش من بعد تروحوا تنقشوهم، يعني حتى تكملوا كامل الكميه باش تروحوا تنقشوهم. كما لاحظتوا انا كملت كامل، قلت لكم جاوني 42 حبه. الان راح نبدا ننقش. انا استعملت هذا النقاش بهذا الشكل، ها وليك الشكل نتاعو، ونبدا هكذا كما راكم تشوفوا، يعني كل وحده والطريقه نتاعها. المهم تكملوهم كامل. هكذا البنات، وانا بعد ما يعني نقشتهم كامل خليتهم يباتوا ليله كامله، يعني ما طيبتهمش في نفس اليوم، خليتهم باتوا وغدوه من ذاك الصباح طيبتهم. طيبتهم على 180 درجه، طيبتهم من تحت. كي شفتهم بداو يحمروا طفيت لهم من تحت وشعلت لهم الفوق، ياخذوا تحميره خفيفه فقط. دوك تشوفوا معايا الشكل نتاعهم كيفاش طابوا. هم ليك البنات، بعد ما كملت نقشتهم كامل كما قلت لكم خليتهم باتوا ليله كامله مع تشارك المسكر، ايضا كنت خدمته وخليته يعني يبات باش غدوه من ذاك الصباح نطيبهم كيف كيف. هذو هما البنات، وهاوليك الشكل نتاعو بعد ما طاب. هنا راح نقسم معاكم. شوفوا البنات يعني الطري وهشيش، راهو يبان يعني باللي هشيش، وفي نفس الوقت جاء مقرمش، يعني جاء بزاف بزاف هايل. راكم تشوفوا البنات هاي لك النتيجة أمامكم.
كملت طيبتهم كامل كما راكم تشوفوه، من بعد رشيتهم بالسكر كلاسي من الفوق. انتم ما تحبوا تخليوه هكذا، تحبوا ترشوه. وهنا يا راني ندير فيهم في العلبة، يعني نديرهم في الكيسات من بعد نديرهم في العلبة كما راكم تشوفوا. ها مليك كيف كيف كملت تشارك المسكر بعد ما طيبته، درت له سكر كلاسي كما راكم تشوفوا، رشيته من فوق رشة خفيفة، من بعد درته في الكيسات. وهذه هي شكل الطلبية بعد ما كملتها. كما شفتوا معايا حضرت تشارك المسكر وكعك النقاش. الوصفة تاع كعك النقاش جات بزاف هايلة يا البنات، جربوها. قلت لكم درتها من عند قناة قاطو لوزة، حلويتها ما شاء الله، وجاني الفضول يعني نجرب الوصفة على خاطر فيها مكون غريب، وصراحة عجبني بزاف بزاف بزاف. جات هشيشة ومقرمشة في نفس الوقت، يعني ندمت يلي ما كنتش نخدم بها من قبل، وأكيد راح نعتمدها في وصفاتي. جربوها البنات، أكيد مشح تندموا. هذه هي الوصفة تاعها اليوم، وهذا هو الفيديو تاعها اليوم. نتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله.